سؤال ثاني ادي المايك للوراك للي وراك. تفضل، كان في حد عايز يسال. اسم حضرتك ايه؟ اسمي قرب المايك ديمتري. الله، والله اهلا يا ديمتري. اهلا ديمتري، كويس انك انت في وسطنا. منين يا ديمتري؟ روسي سوري، من سوريا، ولدان في سوريا. والله ايه الخلطه العجيبه دي. والحروف ما فرقتش كتير، سوري روسي. طيب سؤالك لمين يا ديمتري؟ هل تؤمنون بدور يوجد في التاريخ كان في الدور البريطانيه العميقه؟ كان في بريطانيا يوجد دولة عميقة يعني التي تسيطر البلدان الأخرى أيضا. هل تؤمنون بدور الدولة العميقة؟ سؤالك بقى كلميني يا أستاذ ديمتري بشكل عام. اختار حد. نعم، اختار الأستاذ أستاذ محمد. نعم، الأول ولا الثاني؟ الدكتور علي. نعم، كل علي. انا حجيكم في لا، وشكلك مستفز يا استاذ علي. نعم انا مستفز. هقول لك ليه بس. لا هم بيفهموها غلط. مستفز احنا عندنا في الفن نفهم مستفز يعني بيفز، يستفزك فنيا. لكن مستفز مش معنى انه يعني مستفز. احنا عندنا كلمه فك في الفكر وفي الفن، كلمه مستفز دي رائعه. يقول لك فلان استفزني فكتبت القصه دي. فكلمه مستفز عندنا في الابداع كلمه رائعه، يعني عكس اللي تتداول. لا انا يسعدني هذا الوصف، يعني أن أكون استفزازيا وأن أستفز، لا بأس. يعني طيب سؤالك ليه ديمتري؟ هل تؤمنون بوجود دولة عميقة في الشرق الأوسط وبلدان الخليج، يعني منظمات سرية تستعمل الحكومات؟ نعم، لا شك في ذلك ولا مراء. أريد أن أؤكد على أن أي دولة لا تشرك شعبها في صناعة القرار السياسي تكون عرضة للضغوطات، كما أنت تفضلت وقلت عن بريطانيا. يعني بريطانيا كانت المسؤولة عن إقالة الشيخ شخبوط مثلا وتعيين الشيخ زايد، لأن الشيخ شخبوط ما كان ماشي في السكة التي كانت تريدها بريطانيا. هي التي أقالت سعيد بن تيمور والد قابوس بن سعيد سلطان عمان لأنه كان منحرفا عن سكة بريطانيا، وعينت قابوس لأنه كان تلميذها، كان يدرس في بريطانيا ودرس في سانت هيرست وعاش في بريطانيا وهو ابن بريطانيا. والبريطانيين يقولون he is a British boy، يعني he is an English boy أو our English boy. فعلى سبيل المثال، لماذا لا تستطيع الدول الأوروبية وأمريكا على سبيل المثال أن تفرض إملاءات وتوصيات على دولة مثل روسيا، مثل تركيا؟ لأن فيها انتخابات، ولأن الشعب ينتخب الرئيس، ولأن الرئيس مجرد موظف. تمام.